فكري نارين، وين ممكن يكون كمال؟ شو قاعدة عم تعملي هون بهالوقت؟ امتى فقتي بنتي؟ ماني متذكرة. شكلك ما نمتي ابدا. ايديك متلجين يا بنتي. عم تزعليني مني والله. هيك بتمرضي؟ يلا يلا قومي، يلا فوتي لجوا، رح ساوي لك شوربة تشربيها، بركي بتدفيكي شوي. أنا لازم أتأكد وأحكي معه. شو عم تحكي؟ ما فهمت عليها شي. ولوين رايحة بهالوقت؟ ما عم تسمعني، راحت. آخ يا الله، دخيلك تصبرني. وينو هاد؟ لو بالبيت ما كانت زعلت نارين هالقد، ويلدس كانت عرفت كمان. أنسي ميسان؟ فاضية؟ في شي مهم؟ ما شفتي المستندات يلي بالملف، لازم تشوفيهم ليكمل المشروع. شو صار لي؟ انت منيحة؟ منيحة. اذا مو ضروري فيني شوفهم بكرة؟ للأسف لنقدر نبلش بالمشروع لازم اتوقع على المستندات. تعطيني قلم؟ تفضلي. يسلم. تفضل. شكرا. رح لاقيك يا كمال، وبس لاقيك هالمرة رح دمرك على الأخير، رح تشوف. يلا هاكان، يلا ركب الجهاز. شو حليتها هاكان؟ حليتها. فيك هلأ تشوف من عندك. ما عم يشتغل. عمل لي قهوة تركية مثل العادة سادة. وقف تقلها شوي. مش الحال، اشتغل. ما لاحظت شي، حطيت الجهاز بسهولة، هلأ فينا نعرف كل شي، مع مين عم تحكي وعن شو وكل شي. شكرا هاكان، شكرا، وأهم شي إنك وثقت فيني وصدقتني. قربنا كتير نارين، قربنا كتير، قريبا رح نخلص من ميسم ونرجع لبعض. أنا مو قلت لك مشان تزيد عدد موظفين الأمن؟ ليش ما عم تنفذ أوامري؟ فيني أفهم هالشي؟ من كذا يوم قلت لك، ليش لحد هلأ ما تغير شي؟ امبارح لما رحت ما كان في حدا على الباب. بلى الحارس كان ناوب، بس يمكن رحتي وقت استراحت الشاي. لا تقلقي، ما في داعي للحرس الزيادة. دخيل الله، تعال علمني شغلي. يلا عود هون، وبالمرة دير الشركة لكان. أنت فهمتيني غلط أنسي ميسم، أنت من شو خايفة؟ في شي لازم أعرفه؟ لسه عم يستجوبني كمان واحد. وقح، بتعمل يلي عم قوله بالحرف، بتزيد عدد موظفين الأمن اليوم. حاضر أنسي ميسم. روح هلا.
موظفين الأمن ما رح يحموكي من مخاوفك. انبسطي بأيامك هلأ، عن قريب ما رح تعرفي طعم النوم حتى. مو قلت لك ما تزعجيني؟ بعرف، بس اجت الست نارين وعم تقول بدها تشوفك ضروري. خليها تفوت لشوف شو بدها. شو يلي خلاكي تفكري انه عايش؟ ما بدك تقعدي؟ جاوبيني على سؤالي. لا نارين لا، شو يلي اخذك لعند هالمره؟ مو قلتي لي مبارح احتفظ بافكاري المريضه لحالي؟ شو تغير هلا؟ لا تغيري الموضوع، سألتك سؤال جاوبيني عليه. شو يلي خلاكي تفكري انه عايش؟ جاوبيني. ماني مضطرة جاوبك على شي. اطلعي من مكتبي وإلا رح ألعك مثل ما قلعتيني مبارح من قدام بيتك. جربي. ما رح اطلع قبل ما تجاوبيني على سؤالي. لا نارين لا، لا تعملي هيك، اطلعي من عندك. تتذكري من آخر حدا غلط معي؟ زوجك راح على السجن وبعدين راح على القبر. هيك بصير بيلي بيغلط معي. أنا ماني خايفة منك، ويلي بيطلع بإيدك عملي، بس تأكدي إني ما رح استسلم ولا رح أتراجع. تعرفي إنه تهديداتك بتضحكني؟ الناس يلي بيلعبوا بالنار مثلك بتكون نهايتهم وخيمة. انتبهي، حطي هالشي ببالك، عم حذرك مشان ما تندمي.